حلقتنا هلأ أكيد رح نحكي فيه عن الأطعمة والعادات الرمضانية الصحيحة لحتى نضل بطاقة عالية، نشاط وجذب للطاقة الإيجابية. أكيد مع الدكتورة غالية البغدادي، هي الأخصائية بعلوم الطاقة. أكيد نذكر للمشاركة بهي الفقرة كمان تصلوا مشاهدينا على الرقم الظاهر أسفل الشاشة. صباح الخير دكتورة، أهلا وسهلا فيك. صباح النور حبيبتي. رمضان كريم. رمضان ينعاد عليك يا حبيبتي. أكيد كل عام وأنت بخير. وأنت بألف خير. بدنا نسألك، يعني بما أنه نحن بشهر رمضان هلا صوم وفي تعب، شو هي أبرز العادات الخاطئة اللي ممكن أنه يتبعها الصائمين وما بيعرفوا بهي القصص؟ تمام. هلا برمضان على طول نحن بنفكر انه هو شهر الطعام اذا بدك، فنحن بنروح من هي حالنا قبل بشهر ونحن عم نحضر ونجيب اطعمه ونجيب قصص ونقول بشهر رمضان، مع انه هو شهر رمضان بالذات هو شهر فتره الصوم اللي نحن بنكون صايمين فيها هي فتره لتجديد الخلايا بالجسم، يعني بتتلف الخلايا كلها عنا القديمه وبتجدد بدالها خلايا جديده. نحن بننزع هذا الشيء عنا بطريقه صيامنا الغلط يلي على طول بفتره بعد الافطار او فترة المغرب على طول نحن بنقضيها بالاكل ومننوع جدا، وهذا الشيء اللي بيعمل عن جد ضرر بالمعده، حتى تخمر بيصير بالمعده. وهذا اكبر غلط بيعمله الصائم، يعني بفوت على شهر رمضان وبيطلع وكانه ما استفاد شيء ابدا. صحيح. نعم. لما بنحكي معك دكتوره دائما نتجه للطاقه الايجابيه بكل شيء، ان كان باسلوب الحياه وان كان اليوم بشهر رمضان المبارك بدنا نحكي عن كيف فينا نحول جميع هي العادات وجميع يمكن الاطعمه لطاقه ايجابيه. خلينا نكمل نهارنا إن كان بالصيام وإن كان بعد الإفطار. تمام. هلأ فترة الفطور إذا بدنا نحكي فيها، هلا اول شيء لازم نبدا على طول بالمي، يعني نشرب كاسه او كاستين مي، بعدها نبلش بالتمر. التمر كثير منيح، ليش؟ لانه هو بيكون الصائم بفتره طويله بدون طعام او شرب، فبتنزل عنده نسبه السكر بالجسم، فنحن لما بنبلش بالتمر بالذات، والتمر بتعرفي هو من السكريات السريعه، ففورا بترفع معدل السكر اللي نزل بالجسم. هاي شغله. الشغله الثانيه بعدها المفروض على طول نبلش بشيء كثير صحي، وهو يا شوربه يا سلطه. ليش؟ لانه نحن المعدة صلى فترة بدون أكل. أوكي. تمام. فما بدي أنا فورا نزل عليها شيء يكون جدا قاسي الهضم أو صعب الهضم. بننزل عليها شيء يعمل شوي شوي تبلش تشتغل المعدة أو شوي شوي تبلش تهضم. هلأ صحن الشوربة كتير مهم، يعني بتنزلي شيء سخن على معدتك كتير بتنبسطي فيه، بس بما أنه هلأ الشوب الناس كلها بيقولوا لك شوربة وهيك، فنحن بنبدله بالسلطات. السلطات شو ما كانت كتير منيحة. يلي حابب يعمل دايت أو ينزل وزنه فضل يأكل صحن السلطة كبير شوي، يكبره شوي، يعني يعبي معدته سلطه. تمام. بعدها ببلش بقى الموجود، يعني شو كان الطبق الموجود. انا ضد التنويع برمضان. التنويع هو اللي بيعمل اول شيء تخمر بالمعده وبيعمل زياده بالوزن، وبتحسي حالك بعد الفطور انت مالك حيل تقومي. ليش؟ لانك انت اكلتي من هون لقمه من هون لقمه. دائما على فكره الكلمه اللي بنسمعها دائما من اغلب الصائمين انه تناول اكلوا فطروا بعد الافطار مباشره ما بقى في حيل، ما بقى في قوه، ما بقى في طاقه ابدا. تمام. لانه نحن بعد بس تاكلي اي شيء المفروض الدم يتجه كله لعند على المعده حتى تشتغل عمليه الهضم. نحن المشكله على قد ما بنكون اكلين وهيك ما عاد في ابدا، يعني ما عاد في بيصير بدها كل شيء طاقه عندنا بدها تتحول للمعده، بدها تروح على المعده حتى تكون عمليه الهضم اسرع، وهذا اللي بيعمل لنا مشكله. أكيد. فنحن لازم ننتبه من هالنقطه بالذات. دكتوره يمكن حكينا كمان بالمقدمه نحن عن بعض العادات السيئة والخاطئة اللي بيتبعوها بعض الصائمين، مثلا شرب الشاي بعد الأكل الإفطار مباشرة، أو مثلا أكل الفول النابت، أكل الحلويات. شو بتنصحي بعد الإفطار يكون يمكن هي الوجبة الخفيفة أو السناك مثل ما بيسموها المسويات بين وجبة الإفطار، يعني بعد وجبة الإفطار فورا؟ تمام. هلأ أنا ضد أنه فورا نحن بعد الفطور فورا ننزل الحلويات. هلأ في ناس بتلاقي على الطاولة نفسها حاطين ومضبين أنه الحلويات. هلأ أنا ضد هاي الفكرة أبدا. الحلو لازم بعد الفطور بساعتين. ليش؟ حتى نكون هضمنا، ارتاحت معدتنا، بعدها مندخل شيء. نحن كله ورا بعضه. تمام. نحن كله ورا بعضه وكأنه بدنا نلحق بنقول قبل السحور، فمننزل كثير شغلات. هي نقطة. النقطة الثانية كمية العصائر اللي عم بتكون موجودة كمان على العصائر مفيدة أو مضرة، خاصة إنه الناس بتتجه للعصائر المصنعة أكثر. تمام. هلا والله أنا ضد العصائر، يعني وخصوصي كثرتها، يعني في ناس بينوعوا وبيشربوا كثير قصص، فأنا ضدها تماما. يعني بفضل أنا المي على الفطور هو أفضل
افضل شيء المي، لانه الجسم بيكون عن جد يعني بحاجه للمي، فالمي اهم شيء. يعني العصائر بتعرفي يمكن انت تاخذي كاسه عصير تعمل لك وجبه كامله، يعني تكون فيها تكون غنيه كثير بالسكر، فانت بتشربي كاسه العصير وبترجعي بعدها بدك تاكلي، فانت قديش خزنتي بجسمك. فانا ضد العصائر، بس في ناس يعني بيقولوا لك برمضان اجباري. هلا في شغلات، في عصائر مقبوله، مثلا عندك مثل التمر هندي طبيعي كثير، اذا سكر قليل كثير منيح، يعني هدول مشروبات كثير ظريفه. بس العرقسوس الناس كثير بتحبه، صحيح. الناس اللي معها ضغط يعني كثير ينتبهوا منه، لانه هو بيرفع الضغط يعني، وبيعمل احيانا حبس سوائل، فينتبهوا من العرقسوس، عم يشربوا كميات كبيره لانه اكيد. كمان دكتور لما بنحكي عن الصيام دائما بيكون مرتبط بكلمه زينب يمكن ضايق خلي، لا تحاكيني انا صايم، دائما لا تحاكيني انا صايم، هدول الكلمتين اللي كثير ارتبطوا ببعض، فكيف فينا نحن نخلي طاقه ايجابيه عاليه عند الصائم خاصه خلال ساعات الصيام بالنهار؟ تمام. هلا نحن على طول نحن مجتمعنا متعودين على الجذب، بنجذب القصه قبل ما تصير على طول، فنحن قبل ما يجي رمضان من قبل بشهر عم نهيئ له، الله يعيننا على رمضان، الله يعيننا على الشب، ففتي انت ببرمجه معينه انه شهر رمضان خلص صعب يعني، فهي البرمجه نحن يمكن تعودنا عليها يمكن من الصغر، نشوف اهالينا، نشوف مثلا الواحد بتحكي مع ابوه مع امه لا تحاكيني انا صايم، فهي صارت برمجه. ولا انت لو بتقولي هلا جاي شهر رمضان شهر كثير حيكون مريح، حكون كثير في ما بتصير عندك هالقصه هي. حتى بالتعصيب يعني هو ما له علاقه ابدا شهر رمضان او الصيام بالتعصيب، بالعكس هو بتكون عندك طاقه اكبر، حتى انت بتعملي قصص او بيكون عندك افكار اكثر، يعني بتنجزي برمضان اكثر من غير وقت. ليش؟ لانه بيكون بالفعل الذهن فاضي وخلايا جسمك بالفعل عم تتجدد. بس نحن هي برمجات يعني متعودين انه على هذا الكلام، فمشينا بهالقصه وتابعناها. أكيد. يمكن دكتورة مثل ما قلنا عادات غذائية خاطئة، ممكن العائلة بتحب تدلل الصائمين، يمكن الأم بتحب تدلل الصائمين. نحن هلأ معنا اتصال كمان وفاء من الشام، بدي أسألك عن محور من هالمحاور. مرحبا وفاء، رمضان كريم. صباح الخير، رمضان كريم. رمضان كريم علينا وعليك، تفضلي الدكتورة معك. أنا بدي أسأل الدكتورة عن موضوع كيف بدي أقدر أنا أحافظ على الطاقة عندي، وبالذات هلأ في هاي الفترة كلياتها يعني شوب وصيام، كيف فينا نحافظ على طاقتنا خلال النهار؟ هلا اكيد يا وفاء فيك تحافظي على طاقتك، السحور عنا كثير مهم. هلا نحن اللي بيخلينا نضل طول النهار عنا هي الطاقه هو السحور. في ناس كثير بتمضيها هي وجبه السحور بيقول لك ما بدي اتسحر، هو السحور كثير مهم، خصوصي اذا كان سحور صحي، يعني الخبز الانخالي بدل الخبز الابيض، لانه الخبز الابيض سريع الهضم بينهضم بسرعه، فبعد فتره بتلاقي حالك فورا جعتي. الخبز الانخالي بما انه هو غني بالالياف فبيعطيكي فتره اطول لحتى تجوعي. هي شغله. الشغله الثانيه لما انا اشرب مي منيحه للسحور يعني كاستين، اكل قطعه اي قطعه نوع من الفواكه اللي انا بحبها كمان، بيعطيكي طاقه طول النهار وبتحسي حالك عن جد مرقتي النهار وما تعبتي ابدا. اكيد. كمان دكتوره كثير من الناس بتسال انه رح يمكن نحافظ على الرشاقه بطريقه ما خلال شهر رمضان، تفضلتي وحكيتي انه نحن ما ناكل حتى التخمه خلال وجبه الافطار، كمان شو هي العادات اللي بتحسيها فعلا ايجابيه قادره تحافظ على رجيم معين وبنفس الوقت تحدد نسبه شبع عاليه عندها؟ تمام. هلا مثل ما حكيت اذا نحن بنبلش هلا اذا اللي بده ينزل وزنه، اذا نحن بنبلش بهذا النظام انه نبلش بكاستين مي بعدين ناخذ 3 تمرات أو 7، نعطي فترة بسيطة ولو 5 دقائق، يعني نقوم نصلي المغرب ونرجع، أو يلي ما فينه يضل قاعد يكمل أكله. بس كيف الصحن السلطة كتير مهم، ما ننوع كتير، يعني صحن السلطة والطبق الموجود الطبخة الموجودة عنا على طول ننقي الصحن الصغير، كل ما نحن صغرنا الصحن فوقت منسكب فيه بتحسيه مليان، أما بس تحطي الصحون الكبيرة قد ما حطيتي فيها بتحسيه فاضي، يعني العين كمان وبتعطي برمجة للعقل إنه عم تطلع أنت بتحسيه فاضي فبتضلي بدك تسكبي. هاي شغله. الشغله الثانيه حكيت انه التنويع لازم، ما ننوع ابدا، الطبق بس الموجود الطبخه الموجوده ناكل منها. الحلويات بتنزل بعد الفطور بساعتين، وانا بفضل انه يكون فواكه اللي عم بيعمل دايت او بده ينزل وزنه بفضل ينزل الفواكه الشغلات الطبيعيه، ما ياكل حلويات. هذا الشخص بالفعل بينزل وزنه بطريقه كثير حلوه وبيحس حاله انه بالتدريج وما تعب حتى، يعني حتى لا وشه بيتعب ولا شيء بيتعب فيه.
ممكن كمان حضرتك مثل ما عرفنا عنك أخصائية بالطاقة، خلينا نحكي عن كمان بعض الأحجار الكريمة اللي بتعطي طاقة للناس بشهر رمضان، عن أو مثلا قراءة القرآن، عن البخور، عن هدول القصص، هل هدول بيعطوا طاقة بشهر رمضان؟ أكيد طبعا بيعطوكي طاقة كثير قوية. هلا إذا بدنا نحكي عن الأحجار الكريمة، الأحجار الكريمة هلا أنت حاطة حجر الزمرد؟ إيه هلا أنا حاطة ياقوت أحمر. هلا تمام، هلا بتعرفي أنت الحجر بتحمليه حسب الشهر اللي انت ولدانه فيه، هذا الحجر بيكون بيناسب مواليد هذا الشهر. فعندك مثلا الاحجار، هلا في عندك مثلا العقيق، العقيق بيناسب كل الابراج، يعني كل اي مولود فينه يحمل عقيق، لانه هو حجر بالفعل بيسحب طاقه سلبيه. الحجر الكريم على طول انت لما بتحملي اكيد نحن ما كثير بنتعلق فيه او بنتشبث فيه، واكيد منه تميمه، يعني مثل في ناس بيفكروا انه يعني اذا ضاع الحجر وريه هو كارثه حيصير عنده، اكيد لا، بس الحجر الكريم هو على طول بيسحب منك اي طاقه سلبيه زايده او حتى طاقه من الناس اللي حواليك، يعني في ناس بيعطوك احيانا طاقه سلبيه، فلما بتكوني انت حامله هذا الحجر بيسحبها الحجر. المهم بس نحن لما بدي احط اي حجر كريم انا اعرف نطفه، يعني انا ما بصير اخذ حجر وضل حاططه وخلص اني انا حاطه حجر كريم، لا، هو بيفقد من قيمته بعد فتره، بس يسحب كثير طاقات سلبيه، فلازم بين كل فتره وفتره، يعني انا لما بدي احط حجر كريم بعد مثلا اسبوع نطفه بمي وملح، نعطيه تنظيف بمي وملح، نغسله يعني عادي بمي وملح وارجع البسه بهالطريقه، هي نحن نظفنا الحجر من الطاقات السلبيه يعني اللي حملها. صحي انه كل انسان او كل شخص حابب يتخلص من الطاقه السلبيه فعلا يحط حجر كريم؟ تماما. هلا انا كثير بحب الاحجار الكريمه لانه حتى عن جد الاسوار اللي حاطتيها عم نشوفها كثير مع تماما مع كمان تمام. احجار كمان احجار. هلا انت بتعرفي انه نحن عندنا بمراكز الطاقه السبعه هن الى الوان معينه او الى احجار معينه، فانت لما بتحطي هن الشاكرات بيسموهم اماكن الطاقه السبعه، فنحن لما بنحط الاحجار الكريمه على الوان الشاكرات، يعني لانه كل شاكرة او كل مركز طاقه له لون معين وبيدعمه حجر معين، فانت لما بتلبسي هدول الالوان بايدك انت عملتي شحن، يعني انت طول ما لك قاعده وكانك عم تشحني مسارات الطاقه السبعه الموجوده بالجسم. نعم، حتى مجرد نفكر انه نحن عندنا شيء ممكن بيعمل طاقه ايجابيه او شيء مثلا بيجلب الحظ، يعني هو يمكن شيء ما هو واقعي لكن شيء كثير من الناس بتآمن انه انا ممكن اذا كان في هذا الخاتم او هي الاسوار ممكن يكون في طاقه ايجابيه طوال النهار، ممكن شيء يتحقق، فقديه بتحس انه هي الشغلات البسيطه فعلا ممكن تعطي طاقه ايجابيه؟ اكيد طبعا. هلا نحن بالايحاء، يعني انت اي شيء بتفكري فيه انه بيعطيك طاقه ايجابيه حتى بالكلمه، يعني الكلمه لها تردد، لما بتفيقي الصبح بتقولي نهاري حلو، خاتمي هذا بحبه بيعطيني طاقه ايجابيه، بالفعل حيعطيك طاقه ايجابيه لدرجه انه انت بس تشلحي بتحسي حالك كثير مزعوجه. فهدول شغلات نحن بنعملها، نحن بنعطي توكيدات يومية لحياتنا أو توكيدات لنا كل يوم، نقولها أنه نهاري حلو، مثلا أنا رشيقة، أنا جميلة، أنا سعيدة، هدول التوكيدات لما نحن بنكررها بالفعل بتبلشي نهارك بشغلات كتير حلوة. بس حكيتي لي قبل شوي عن البخور، هلأ في عنا نحن بخور كتير مهم وبيكسر بالفعل الطاقة السلبية بالمكان، هو بخور الصندل لازم يكون موجود بكل بيت، يعني إذا حسيتي حالك كتير متضايقة أو الطاقة عندك كتير نازلة فيك تشعلي عود من بخور الصندل، اول شيء كريحه كثير حلوه، وثاني شيء بكسر كل شيء طاقات سلبيه موجوده عندك بالمكان. ويمكن دكتوره كمان مثل ما بنعرف عند كل بيت سوري برمضان في عادات مثلا قراءه القران اللي بتعطي كثير من الروحانيه والطمانينه، حتى يمكن لازم الواحد كمان ياخذ شوي ساعات من الرياضه. انا بتسالك عن الرياضه، هل هي مفيده بشهر رمضان اذا كان الصائم قبل الافطار ولا بعد الافطار؟ شو بتنصحي كمان؟ تمام. هلا الرياضه هي كثير مهمه. هلا الناس اللي حامله حابه تنزل وزنها اكيد الرياضه كثير مهمه قبل الفطور على فكره بساعه، لانه بيكون اكيد لانه بيكون الجسم حرق كل شيء موجود، فبتجي الرياضه فورا بتستفيدي كل ماله بيساعد على الحرق، بس قبل بساعه، يعني قبل بساعه من وقت الافطار، ما بيصير نطلع دغري من الرياضه يكون دغري الفطور، هون عملنا بقى بالعكس عملنا زياده وزن، اما قبل بساعه كثير منيحه لان بيكون الجسم وصل لمرحله انه خلص حرق كل شيء، يعني اكتفى، بتجي انت بتلعبي رياضه بتحرقي الشيء الزايد عندك. نعم. فهذا الشيء كثير مهم. نعم. يعني غالية دائما بكل حلقة وبكل موضوع عم تعطينا أول شيء طاقة إيجابية كتير، ثاني شيء نصائح نتمنى كل المشاهدين يكونوا اليوم استفادوا منها وسمعوها بشكل كبير، وخاصة اليوم بشهر رمضان المبارك مثل ما حكينا عن العادات الغذائية وعن العادات والممارسات اليومية. بدنا نشكر وجودك كتير معنا. شكرا لك. أنا بتشكر وجودك معنا، وإن شاء الله يكونوا كل المشاهدين كمان استمتعوا بالنصائح اللي عطيتيهم. إن شاء الله حبيبتي.